وبس انا عاوز ارجع بقى قبل ما تلعب لمحمد هاني اوريك دور القندوسي، اللي دايما القندوسي هو واحد من اللعيبه التكتيكيه المهمه جدا جدا عند مارسيل كولر. نكمل هنا بالكره مروان عطيه، عاوز اوريك القندوسي هياخد الراجل وياخده بره مكانه خالص. بص يا كريم، هنا القندوسي واخد الراجل السنتر باك علشان خاطر المساحه تتفتح، واول ما اتلعبت الكوره لمحمد هاني بقى في مساحه كبيره جدا. نكمل الكوره، بص بقى كريم مين اللي هيدخل الكوره في نفسه وعامل التكتيك. فاروقه برضه، يعني فاروقه كان ثغره كبيره جدا جدا لنادي المقاولين العرب.